يواصل منتخب بابل لكرة القدم إجراء وحداته التدريبية على ملعب الإسكان في مدينة الحلة استعدادا لبطولة الجمهورية لكرة القدم ضمن مجموعة محافظات الفرات الأوسط. والله تدريبات منتخب بابل يعني زين، لعبنا أول قبل يومين ودية فزنا بها 2-1 والكابتن جاي يضع لمساته الأخيرة ومتحضرين إن شاء الله للبطولة. الشباب ما مقصرين ودي يتمرنون وملتزمين والكادر هم جيد وقاعد يحضر بالمباراة بالوحدات التدريبية. ولعبنا مثل ما تعرف يعني لعبنا مباراة ودية وعندنا مباراتين هماتين والبطولة هم قريبة، لابد ان نضح لابد ان نكثف من تدريباتنا والحمد لله والشكر تدريباتنا جيدة وان شاء الله نقدم اللي علينا لمحافظة بابل. الكادر التدريبي اختار مجموعة من اللاعبين تضم مزيجا ما بين الخبرة والشباب والذين يمثلون مختلف الأندية البابلية فضلا عن من يلعب خارج المحافظة في أندية العراق المختلفة. محافظة بابل المحافظات اللي تمتلك لاعبين على مستوى عالي خصوصا لاعبين دوري ممتاز، يعني حسب يعني معلوماتي انه نمتلك حوالي 21 لاعب من لاعبين دوري ممتاز ايضا لاعبين دوري الدرجة الاولى. ان شاء الله يعني بصراحة خالين هدف يعني ببالنا انه نوصل لأبعد مكان على اعتبار انه محافظة بابل المحافظات اللي بصراحة تحتاج انه تندعم رياضيا خصوصا يعني احنا نمتلك طاقات ونمتلك ايضا مثل ما حكينا بالبداية لاعبين على مستوى عالي وايضا كادر تدريبي مميز، لذلك ان شاء الله احنا عازمين انه نحقق نتائج ايجابية في هذه البطولة. احنا نعتمد على الخيرة من اللاعبين المتواجدين، يعني 4 لاعبين 5 لاعبين بالدوري الممتاز والبقية من الدرجة الاولى، وان شاء الله يكونون عندنا حسن ظن الكادر التدريبي والمحافظة. الاتحاد الفرعي لكرة القدم في محافظة بابل وفر كل مستلزمات النجاح من تجهيزات رياضية وملاعب للتمرين فضلا عن إقامة مباريات ودية استعدادا لهذا الحدث الرياضي المهم. من محافظة بابل معتز العبودي، زاكروس تي في.